نرحب بكم أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء الخاص ضمن لقاءات هذا البرنامج الوطني الكبير كفاءات أردنية عبر قناة جوسر. احنا الآن موجودين في العاصمة عمان وتحديدا في منطقة دابوك في ضيافة كفاءة أردنية جديدة في ضيافة ابن بلد أصيل كانت الانطلاقة من إيطاليا. ضيفنا اليوم الأستاذ عبد الحفيظ محمد بن نور الهزايمة، طبعا صاحب مطعم التوأم، هذا المطعم الذي يتمتع بشعبية عالية من 7 سنوات تقريبا في منطقة دابوك. وللحديث المفصل بالبداية بنمسي عليك أستاذ حفيظ، الله يسعد مساك. نورنا عبر شاشة التلفزيون. بداية سيدي، بالتأكيد وأنت تشكل نموذج لابن البلد الأصيل وأحد أبرز الكفاءات الأردنية اللي بنعتز ونفتخر فيهم. مشكور جدا. بداية الأستاذ عبد الحفيظ الهزايمة، نعرف السادة المشاهدين بحضرتك أكثر وأنت غني عن التعريف. تحدث عن مكان الولادة، تحدث عن الدراسة، تحدث عن فترة الإقامة بإيطاليا. السبب يعني كان السيرة الذاتية يعني. تفضل. أنا اسمي عبد الحفيظ محمد بن نور الهزايمة، من مواليد زحر غرب إربد، وانتقلت إلى إيطاليا بعد التوجيه من أجل الدراسة. وبعد سنة أو بعد سنتين من الزمان من الدراسة لغيت الدراسة وبديت في التجارة. وكانت تجارتي هي عبارة عن مطاعم. وبديت أشتغل في المطاعم حتى بال 1973 حصلت فتحت أول مطعم إيطالي لمواطن أردني في مدينة مودنا كاربي. والحمد لله توفقنا كثير جدا، كان عندي إشراف جيد من الزبائن الإيطاليين وبعض التجار العرب، كانوا يعني مشان المأكولات يعني اللي بفضلوا يأكلوها إنها تكون بعيدة عن الخنزير وبعيدة عن المشروب، وأكثرهم من الأفارقة يعني من شمال أفريقيا. الأردنيين كانوا أقل يعني. الحمد لله توفقنا خاصة مع الزبائن الإيطاليين. كان عندي 4 مطاعم في إيطاليا فتحتهم مرة بعد مرة، بس ما كانوا يعني ما فتحت 4 مطاعم مع بعض، كنا نفتح مطعم ونبيعه ونشتري مطعم ثاني حتى توفقنا، وكنا الحمد لله متوفقين يعني كثير بالشغل. حتى كان شغلي يعني مش بدي يعني أحكي كثير كلام كويس عني، أنا كان المطعم أحسن مطعم كان يشتغل في المدينة اللي كنت موجود فيها. واستمرنا من 2006، وبالأخير قررت بعد مشاكل شخصية وفاة إخوان 2 إلي واحد بعد الثاني قررت العودة إلى الأردن. فعدنا للأردن 2006 وبعت المطعم. آخر مطعم عندي في إيطاليا كان مطعم عندي سعى 240 كرسي، وكان عنده باركينج وصالة ترس، وكنا نشتغل الحمد لله شغل كويس. بعدين بعته لمواطن أردني من وادي السير. هذا الشاب الأردني كان شاطر يعني بشغله، بس ما كان يعني موفق بمعاملته مع الزبائن الشغيلة، حتى إنه المطعم بعته ب 300,000 يعني دينار أردني. بعد سنتين باعه ب 15,000 دينار أردني، يعني خسر فيه حوالي 285,000 دينار أردني بخلال سنتين. وطبعا خسرنا إحنا معاه كمان، لأنه في عليه كانت كمبيالات وما سددته. ويسر الله يعني تعويض من وجه رب الكريم. وجينا على الأردن دورنا على محل يعني منطقة حلوة هيك نفتح فيه مطعم إيطالي، فتوفقنا بهالمطعم هون في دابوك شارع علي البيت مجمع إبراهيم قتيش. وقعدنا سنتين من قلة الشغل، لأنه كان مش معروف المطعم. كانت عندنا مشكلة إنه الشارع اللي قدامنا كان فيه نزلة قوية، يعني حتى اللي راكبين سيارات ما كانوا يعرفوا انه في مطعم على يمينهم او على يسارهم، حرصا على السير لانه النزله قويه جدا جدا. فالحمد لله بعد السنتين هاي توفقنا وصاروا الزبائن يعرفوا محلنا ويجونا خصوصي من عبدون ومن الصلط من سويلع ومن صوفيه، يعني الحمد لله توفقنا كثير جدا واشتغلنا شغل كويس. واحنا عندنا شغلنا الحمد لله بيعتمد على الكواليتي، يعني كواليتي درجة أولى، ما في عندنا يعني شغلات ما تكون كواليتي.
احنا الجريدينت تبعت الاكل تبعنا كله بيجينا من ايطاليا 80% من المواد. حتى الطحين ما بنستعمل الطحين الاردني، بيجينا طحين من الامارات العربيه. وطحين جيد جدا البيتزا اللي بنستعملها احنا، ونستعمل بيتزا، نعمل بيتزا على فرن حطب. وعندنا كل انواع الباستا من اللازانيا وسباجيتي وفيتوشيني وريزوتو وتالياتيلي واسماك ولحوم كل شيء. يعني كان انا المنوع عندي جبته معي من المطعم من ايطاليا وطبعناه هون، متوفقين الحمد لله. والخير من عند رب العالمين دائما بالتوفيق. استاذ عبد الحفيظ، سيدي يعني تحدث عن ابرز المشاكل والمعوقات تواجهوها سواء مع وزاره العمل، امانه عمان، البلديات المختصه، العماله. والله المشاكل يعني انا لقيت كثير مشاكل، مشاكل هون بالاردن خاصه من وزاره العمل، خاصه من وزاره الصحه، من امانه سويله. يعني لقيت مشاكل، لكن انا انسان صبور. يعني قعدت سنتين يعني ما كناش نعمل 20-25 دينار يوميا. فانا كنت عارف يعني، وعارف كان طموحاتي انه يشتغل المطعم، والحمد لله اشتغل بعد مده سنتين، اشتغل شغل كويس المطعم، والحمد لله قاعدين بنشتغل لحد الان شغل كويس. فالمشاكل كانت تجينا من وزاره العمل كثير، من وزاره الصحه كثير. يعني بالمعاملات، ترخيص ما ترخيص، بالوافدين، تصريح الوافدين كان إن عندنا مشاكل كثيرة. يعني لما يكون عندي أنا وافدين وبكون عندي 3-4 وافدين بيطلبوا مني لازم يكون عندي 9 أو 10 أردنيين بالضمان الاجتماعي، حتى لو ما بيشتغلوا عندك لازم تدفع عنهم ضمان اجتماعي شهري حتى لو ما بيشتغلوا. يعني هذا كان يعني اعتقد يعني كان عائل علينا يعني انه ندفع المصاري هي. يعني حتى وصلت اني ادفع 1400-1500 دينار شهري للضمان الاجتماعي. وكانت مشاكل الوافدين سنويا، روحوا اجازات 3 أشهر و4 أشهر وندفع عنهم التصريح. يعني انا هسه عندي الوافدين كلهم عندي لهم سكن، بدفع عنهم الضمان الاجتماعي، بدفع عنهم التصريح العمل، وبياكلوا وبيشربوا كله على حسابي. فالمشاكل الثانيه هي الاهم. يعني ما دام في شغل ما في مشكله على المصاريف طبعا، بس المشاكل اللي بيخلقوها لهم لنا يعني وزاره العمل والامانه. يعني انا الامانه السنه هي لحد الان انا ما رخصت مطعمي، لانه روحنا نرخص وعندي ترخيص ترس ومسجل على الرخصة، وبندفع 1350 دينار سنوي ترخيص للترس. للأسف السنة هي طلبوا 1350 زاد 2225. طيب ليش يا عمي؟ الموظفين ما بيعرفوا يجاوبوا، هذا إجانا بقول لك أوامر. طيب إحنا كالعادة لما بنيجي نرخص بطبعوا اسم المطعم، بعطيك قديش تكاليف الترخيص. طيب انا على السنه هاي على الكمبيوتر ما طلع قديش تكاليف الترخيص، بقول لك انت بدك تدفع الترخيص اللي دفعته العام زائد 2225 دينار. طيب ليش؟ اذا بتقول لي زادوا الترخيص، طيب زد على راسنا، زيدوا الترخيص. قال زدنا من 15 ل 25. طيب حياكم الله، ندفع احنا ال 25 عندي 90 متر، ندفع على كل متر 25. بقول لي لا لازم تدفع 40. طب ليش يا عم يعطوني شيء؟ ليش الاسباب يعني؟ بقول لك ما بنعرف. الحاصل اخذت اوراق المطعم وسحبت حالي وروحت. رحنا على الامانه الرئيسيه، الجماعه ما قصروا، قالوا لا يا عمي انت لازم تدفع الترخيص القديم حتى، يعني 1350 مش 2225. قلت لهم تفضل اعطوني كتاب لامانه سويله. والله ما قصروا، اعطوني كتاب، وهلا بدي اروح ارخص ان شاء الله بكره تنشوف شو بيحكوا لنا. بتوفيق ان شاء الله. يعني صحه وزاره الصحه الموظفين هم نفسهم من الامانه يعني بيجوا عندي غير كفؤين. يعني بيجي عندي لما بيجي عندي اثنين شباب اثنين
بقول لي بدنا ترخيص المحل، بنعطيه ترخيص المحل. موجود مطعم إيطالي تقديم مأكولات إيطالية وشراب وقهوة نعم. بقول لي أنت طيب ليش حاط كراسي وطاولات؟ يعني بيسألني بقول لي ليش حاط كراسي وطاولات؟ قلت له ما أنت قريت يعني مطعم هذا مطعم رخص. بقول لي لا كراسي وطاولات لازم تجيبهم. فأنا يعني فاجأت قلت له تفضل، وين الباب اللي دخلته؟ قال لي هذا. قلت له تفضل اطلع منه الله يسهل عليك، ما فيها يعني ما في عندي نقاش كثير. قلت له روح اشتكي للأمين، خلي الأمين يجي عندك. حكيت تليفون للأمانة قال لي هذول جماعة والله ما عارفين ايش هو الشغل. طب ليش تودوهم يا أخي؟ مظبوط. ليش تودوهم؟ طب أنا اجى عندي مرة كمان وزارة الصحة، الشيف قاعد بيعمل صدور دجاج على الجريل بيحضرهم يعني يوميا بيحضرهم للبيتزا والأكل، فشاف الصحن بعده صاخن ومغطى بجيلاتين بورق ترانسبرنت يعني، بقول له شو هذا الدجاج؟ بقول له هذا الدجاج هلا طبخته حضرته مش هذا الشغل. بقول له هذا لازم تكبه. قلت له ليش تكب؟ هلا بعد تحط ايدك عليه بعده صاخن بس حاطينه برا عشان يبرد ما بقدر احطه بالثلاجه. قال لازم تكبه. قلنا له طيب، غطى الصحن وكبيناه بزباله. يعني من بيجي علي بقول لي لا تروح تستعمله مره ثانيه. الله أكبر. قلت له طيب استمع علي، أنت هذا الدجاج عندك بظل بالدار عندك أسبوع وبتاكله، لكن أنت ما معكيش مناقشة. أخذ ديتول وكبيت على الدجاج ديتول. قلت لك مشان نتأكد بس أنا ما بديش أناقش معك، ولا لو أني بدي أناقشك مش رايح أكب إشي ولا راح أستقبلك كمان في المحل. الله يسهل علي. نعم. سحب حاله وظل طالع. في عندنا يعني اشياء كثيره يعني، يعني ملاحظات بغايه الاهميه. نتامل من زميلنا برهان الحويطات ان يكون هناك متابعه من قبل العلاقات العامه مع امانه عمان وتحديدا مديريه الصويلح. و لا انا بقول يعني امل انه كل لا بالعكس يعني هي ملاحظات يعني بغايه الاهميه. ايضا يعني نتامل من معالي امين عمان ان يكون هناك يعني الاشخاص اللي بيراجعوا كفؤين، يكون عندهم كفؤين، يكون عندهم معلومات شو يعني مطعم إيطالي أو يعني مطعم مرخص وكراسي يعني مرخص لصالة. فكيف بتقول له الكراسي يعني؟ أنا متفاجئ. نتأمل يكون في متابعة إن شاء الله، يكون بمتابعة أستاذ عبد الحفيظ وتوجيه يعني كتاب معهم نتناقش معهم لكن وسيدي من الحلقة ما فيش رد ما في جواب. أستاذ عبد الحفيظ، يعني ظاهرة انتشار المطاعم الإيطالية في الدول العربية وتحديدا في الأردن، نتحدث عن هذه الظاهرة، هل هي ظاهرة سلبية أم إيجابية؟ ونتحدث عن يعني في مطاعم بيتزا كثير بالأردن. نعم. وإحنا دخلنا مطاعم كثير، ولكن المعروف عن مطعم التوأم يعني إنه متميز. نعم. تحكي لي الطحين من الإمارات، المكونات من إيطاليا 80% منها. أيضا هناك خلطة سرية وهناك طريقة للتحضير يعني بطريقة تختلف من موقع يعني ببعض محلات بيتزا للأسف. يعني فرن عن فرن يختلف كدرجة حارة، والفرن الإيطالي مميز طبعا. نعم. ما بتشعر انك بتاكل بيتزا. لا ما بتشعر، والعجينه بتختلف. لا. وصاروا يدخلوا مكونات هون يعني ناس صعبين. نعم. للاسف للاسف انا قعدت بايطاليا عندي مطاعم في ايطاليا 33 سنه. صراحه انا بايطاليا ما عمري استعملت الدجاج على البيتزا او الاناناس او الخل. انا هون استغربت وتفاجأت بالاردن بطلب بيتزا مع الاناناس، بطلبوا بيتزا مع الخل، بطلبوا بيتزا مع الفواكه. وهاي البيتزا مش بيتزا إيطالية، هاي بيتزا جاية من أمريكا. ولا يعني الخضار والفواكه، الخضار نعم، أما الفواكه ما لها علاقة بالبيتزا. يعني شو لما بقدم لك بيتزا عليها موتزاريلا وبندورة وفيها نسبة حموضة البندورة والموتزاريلا وتقدم عليها أناناس، هذا مش راح ينام ليلتها. فهمت علي؟ مظبوط البشير. يعني في ناس صوص البندورة مثلا يعني في بيتزا هلا جديدة طلعت الفريدو اللي بحطوا عليها فطر ودجاج وكريم او بحطوا عليها باربيكيو صوص الباربيكيو. احنا بدأنا يعني اول ما فتحنا لمدة 4 سنوات ما كنا نعمل هاي الطلبات، هلا انجبرنا نحضرها الباربيكيو والالفريدو لانه في عليها طلب يعني من نتمشى مع الطلب. جميل. انا حاب ارجع لنقطة استاذ حفيظ، الان يعني هناك روايات عديدة وقصص كثير سمعناها حول يعني البيتزا، هي أصلها إيطالية. نعم. كيف الفكرة كانت يعني؟ تقرأ على النت معلومات يعني قد يكون بعضها دقيق وبعضها غير دقيق، معلومات كيف يعني تم؟ والله في لها قصص كثيرة. يعني هلا في ناس بيرجعوا إنها
أصلها عربي أصلها صيني. الصيني لا، الصيني بالنسبة للسباجيتي في ناس كانوا يعني في قصص بيقولوا إنها أصلها عربي، كانوا التجار العرب يجوا على صقلية ويجيبوا زي الخبز صفيحة هيك وحطوا عليها بندورة والإيطاليين ما هم مشهورين في البندورة وبالموتزاريلا بالحليب. فيعني إنه كانت الملكة مارغريتا في مكان جنوب إيطاليا، فكان من أحد الأفران موجود هناك كان شاف الملكة فحضر لها بيتزا وحط عليها موتزاريلا وأجبان وبندورة وقدمها وسماها مارغريتا باسم الملكة. يعني هذا هاي القصص كثير اللي كانت تطلع، وناس بيقولوا والله من أصل عربي يعني. نعم جميل. أستاذ عبد الحفيظ الهزايمة، أنت زرت العديد من الدول، ويعني هوا الأردن وتراب الأردن له نكهة خاصة، يعني طبعًا. مجرد دخول الطائرة الأجواء الأردنية ينتبنا هذا الشعور الطيب. طبعًا. على كنا نرقص لما نرجع الأردن كنا نرقص بالطائرة. هذا دل على أصالتك ووطنيتك. نعمة الأمن والأمان بظل ما يحدث حولنا من. والله مشاكل. الحمد لله على الأمن والأمان يعني الحمد لله الحمد لله في أمن وأمان، ولازم كمان المواطن يشارك بهذا الشغلة يعني كثير يعني لازم 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 المواطن عليه واجب إنه يشارك رجال الأمن بالأمن والأمان بالشوارع وبالدور وبالأماكن التجارية وين ما يكون يعني. جميل. ولازم يساهم بإبلاغ يعني رجال الأمن عن كل شيء شاذ بشوفه قدامه يعني. صحيح. أستاذ عبد الحفيظ الهزايمة، لو قدر لك والتقيت بجلالة الملك عبد الله ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جلالة الملك معروف عنه أنه قريب من الناس وقريب من الشارع. نعم. ويعني أنتوا بمنطقة برضو أنتوا جيران. أنا حصل لنا الشرف أنه يجوا عندي أولاده. أولاده أكلوا عندي إن شاء الله الحمد لله، ويجوا كثير أمرا كمان أكلوا عندي ومدحونا والحمد لله. يعني إحنا لحد الآن بنقدم لهم مأكولات وبنخدم. لو قدر لك بالظروف ظلها ظروف اقتصادية والسياسية الصعبة اللي بتمر المنطقة، والتقي بجلالة الملك ابن بلد أصيل ورجل أعمال ناجح في إيطاليا وفي الأردن، شو ممكن نتحدث مع جلالة الملك؟ والله أنا بشكره على أعمال اللي بيقومها يعني اللي بيقوم فيها يعني سفراته لقاءاته ودفاعه عن القضية الفلسطينية ودفاعه عن حق المواطن، لكن للأسف أعوانه اللي تحتيه ما بيساعده يعني هو الله يعينه ما يعني ما بيقدر يشرف على كل أعمال الدولة والله يعينه يعني. بس أنا بقول رجال الأمن رجال الدولة اللي تحتيه والمسؤولين الكبار إنهم لازم كمان يستحوا شوية يساعدوه يخبروه، هو الملك ما بيقصر يعني لأي شخص يعني أي شخص بحاجة ما بيقصر يعني بس يعني واجب علينا إحنا كمان إنه نساعده يعني يعني نخفف الفساد. الفساد موجود ما حد بيقدر ينكره كليا يعني الفساد عندنا موجود يعني، وإن شاء الله إن شاء الله نقدر نتغلب على هالفساد إن شاء الله. أستاذ عبد الحفيظ، بدي رسالة بداية لجيل الشباب بما يخص يعني مثلا عندك شباب أردنيين اشتغلوا بجد ونشاط حول ثقافة العيب. يعني كثير الشباب بكمل جامعة ما برضى بأي وظيفة، أنت قلت لي كثير كنا طلاب إيطاليا ويشتغلوا بمطاعم، نحكي عن هذا الموضوع أولا. هذا أنا بوجه هذا الكلام للحكومة يعني هذا الكلام واجب على الحكومة أن يتوجه المواطن الأردني الشاب الأردني الاتجاه نحو العمالة وال شو بسموها يعني إنه يتوجه للشغل يعني ما يظل قاعد بالشوارع وبالقهاوي. يعني أنا في عندي مشاكل هون إنه المواطن الأردني الشاب الأردني مش هالمواطن الشاب الأردني اللي بده يشتغل يعني يعني بتكبر على شغل المطاعم. إحنا رحنا على إيطاليا الحمد لله بعد ما قصرنا نحكي كلمتين لغة إيطالية توجهنا للمطاعم، كنا نغسل الصحون ونغسل بالأرض ونشطف حتى تعلمنا لغة إيطالية وصلنا نخدم عالطاولات وصار عندنا مطاعم درجة السلم الواحد. نعم بس أنا بوجه كلمة للشباب الأردنيين إنهم ما يستحوا من شغل المطاعم شعيب. من أي شغل حتى لو كان تكنيس الشوارع مش عيب العمل عبادة. نعم حتى تكنيس الشوارع أشرف إله ما يكون بالمطعم أو عورة مكتب أو يعني هذا العيب. الشغل مش عيب من أي نوع شغل يا شباب أردني مش عيب، لازم تفكروا بالشغل كوش تشتغلوا خذوا مهن تعلموا مهن. المهن إحنا بحاجة إلى الأردن بحاجة كثير للمهن إن كان صناعية إن كان يعني ميكانيكية، المهن للأردن بحاجة
نعم بالتأكيد هو يعني لكل مجتهد نصيب ومن سار على الدرج وصل. الحق على الحكومة أنها توجه المواطن الأردني، لازم توجه الشباب. احنا بنتامل حتى في المدارس. نعم نعم نعم، يعني لازم تعطيهم توجيه هم في المدارس. التوعيه يعني والارشاد مطلوب، نتامل من دوله الرئيس والحكومه رشيد. يعني كل وزاره كلها دور هالفعال. الوزاره مش مكتب وزيارات وتصوير ويظهر الانسان على التلفزيون. جلاله الملك امله كبير، عمله كبير بالمواطن بالتأكيد. نعم نعم. ووجدت الوزارة ووجد رئيس الوزراء لخدمة المواطن. يعني احنا بندفع ضرائب وبندفع كذا، من حق المواطن ان يجد اجمل خدمة. صراحة بدنا عمل مش قول بالتأكيد. نحدد نتحدث عن دوركم يعني بالتنشيط، او يعني دوركم في مجال السياحة. السواح بيجي سواح بالمنطقة هاي؟ بيجي سواح. نعم. انا عندي هنا كثير مش سواح، يعني هم اجانب بس موظفين بالسفارات، يعني السفارات الأجنبية. نعم. أظن لا نعتبرهم سواح، مقيمين هون لمدة سنتين ثلاث. بس يعني بيجيبوا معهم ناس ثانيين والحمد لله موجودين. يعني بسمعوا مطعم إيطالي مرتب وكذا، يعني أنا أكيد. يعني تعاملي كثير مع السفارة الإيطالية، يعني الشباب الإيطالي والله بيعرفوا الأردن أكثر مني. طيب سؤالي قبل الأخير، ما بدي أسألك عن الخلطة السرية، طبعا لك الحق تحتفظ بهذا سر هذه الشعبية. يعني سر هذه الشعبيه، الشعبيه هاي كيف جاءت؟ والله هاي الاكسبيرينس، هاي الخدمه، يعني الخبره. الخبره لها دورها. نعم الخبره لها دور. مش يعني كل واحد يعني بيجي. يعني هسه احنا بنلاحظ، وانا اشتكيت من هالشغله هاي، يعني في كثير ناس اردنيين بدشروا من شغلهم الاصلي، بروح بفتح لي مطعم شعبي ما في عنده خبره، ما بيعرف شو الاكل. وبعدين شهرين ثلاثة برد يسكر. يعني هاي معروفة، هاي ظاهرة عندنا معروفة كثير يعني. فالخبرة مهمة. يعني أنا بأمل من الشباب إنهم يشتغلوا ويهتموا للخبرة، وآمل إنه بكرة يعني يفتحوا مطاعم هم أحسن من اللي كانوا يشتغلوا عندهم. أكيد أنا بأكد على كلامك. هي الناس مع المقولة بقول لك الأكل والشرب بيجيب مصاري وما في خسارة. نعم. مش هون المشكلة، المشكلة انه يكون عندك الخبرة فعلا وكيفية. نعم. الاستمرار. نعم. اذا ما في ادارة ناجحة ما في. طيب احنا اشتغلنا في مطاعم بايطاليا، كنا نغسل الصحون، بعدين رفعونا شوي صرنا نخدم بالصالة. الله. شوي الله. ورفعونا كمان على الكاونتر والشغلات يعني. هاي حتى صرنا نعمل حسابات. احنا الاردنيين يعني الحمد لله رب العالمين كانوا امنون كثير، يعني امان يعني الاردني بالتأكيد كانوا امنوننا. يعني انا يعني مش أنا، يعني كل الأردنيين اللي كانوا يشتغلوا في المطاعم صار عندهم مطاعم. ليش؟ لأنه أصحاب المطاعم ساعدوهم بالنسبة لأمانتهم وصدقهم بالعمل دوامهم، ساعدوهم فتحوا مطاعم. يعني أعزائي المشاهدين كم نحن، يعني أنا واحد أهداني مطعم كامل كبداية، يعني ما قصر، شاف شغلي كنت أشتغل عنده والحمد لله رب العالمين. دائما الحمد لله. يعني أعزائي المشاهدين كم نحن بحاجة إلى أبناء بلد أصيلين يتحدثون بهذا الانتماء، بهذا الوعي، بهذا الإخلاص. أنت تتحدث بحرقة، يعني لأنه أنت تعبت، يعني هاي قمة التواضع أن أتحدث أن أقول بدايتي كانت بجلي الصحون ومن ثم الطاولات وغيره. هاي قمة التواضع لأنه ما وصلت إليه الآن، بلشت خطوة خطوة. نعم. درجة درجة. نعم. إحنا بنحييك وبنشد على إيدك. حياك الله يا سيدي. بنعتز وبنفتخر فيك سيدي. أينما كنت سواء في طلعوا بالأردن. نحدد لسادة المشاهدين عنوان كله هو معروف طبعاً. نعم. راح تظهر الأرقام على الشاشة الآن بهذا التقرير الخاص وهذه اللقطات بمرافقة أغنية وطنية أو موسيقى إيطالية كما تريد. ونحدد المواقع الفرعين. الفرع الأول اللي هو بمنطقة منطقة دابوك شارع آل البيت مجمع إبراهيم القطيس. والفرع الثاني هو في البركة مول. الأرقام تظهر على الشاشة الآن. الزميل محمد صبحة من وحدة المونتاج المركزية، الأستاذ العزيز أستاذنا الأستاذ عبد الحفيظ محمد منور الهزايمة من مطعم التوأم، بنشكركم على حسن الاستقبال والضيافة وهذا الدعم لهذا البرنامج. ونترك الآن كاميرا زميل عمر الدوايمة، مهندس عمر الدوايمة في هذه اللقطات المفصلة. ونستعرض أيمن عملية تجهيز البيتزا إن شاء الله بالطريقة المختلفة.